الصديق رضي الله عنه. مع الأم اعتدال ادريس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاكارم ومستمعينا الاحباء في برنامجكم الصديق رضي الله عنه على اذاعتكم الف الف. اليوم إن شاء الله بإذن الله الرحمن الرحيم نكمل قصة سيرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس توقفنا عند إنفاذ جيش أسامة فقلنا انه يعني الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم كان جهز وامر عليه اسامه بن زيد ومن حياه الرسول صلى الله عليه وسلم جو الصحابه كلموا آه الرسول صلى الله عليه وسلم على آه يعني على, على امره اسامه بن زيد وهو لسه عمره 18 سنه فقال له من كان طعنت في امرته فقد طعنتم في امره ابيه من قبل ابو زيد بن حارثه لما ولى الرسول صلى الله عليه وسلم في معركه مؤتة وخلاه هو قائد الجيش وقال لو استشهد يكون بعده جعفر بن ابي طالب ولو استشهد جعفر بن ابي طالب يكون بعده عبد الله بن رواحه وكان قائد محنك ويعني وقائد جيد فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بده يعلمكم يعلم المسلمين انه لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى والناس سواسية وبيعطي الموالي والشباب فرصتهم انه انت شاب وأنه في الجيش كان في كبار الصحابة طبعا توقف قلنا الجيش لما صارت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه ابو بكر اصر انه يعني يرسل الجيش فكانت زي ما قلنا في الحلقة الماضية انه الصحابة بيقولوا له لا ترسل ترى العرب ارتدت وقلنا فعلا انه ارتدت اكثر العرب ما بقي من الاحياء الا مكة والمدينة والطائف وقرية جواثة في البحرين طبعا مو البحرين اللي هي دحين دي موجودة اللي هي المنطقة اللي هناك اللي تسمى الان هجر هذا اللي بقت طبعا في ناس بقوا على الاسلام لكن احنا بنقول الحي عامة الحي. فقالوا له كيف ترسل الجيش والعرب حتتخطفنا واحنا الان ضعاف. فاصرر ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لو تخطفتني السباع واكلتني الكلاب انا ما ارد قضاء قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وامر بانفاذه. فطبعا قالوا له طيب اذا انت تبغى تنفذ الجيش وتمشيه على الاقل غير القائد. مين لقوا قلنا الحلقة الماضية انه عمر بن الخطاب فغضب منه ابو بكر وقال له يعني تبغاني أو افك لواء عقد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهو ابو بكر بدا معاهم من البداية قال لهم ما ازيغ ولا اميل ميلة واحدة عن اللي كان يسويه الرسول صلى الله عليه وسلم اني اخشى ان اذا زغت ان اهلك. فارسلهم لكن استاذنوا قلنا اتوجه رسول صلى الله اتوجه ابو بكر الصديق للجيش وقال لهم ايها الناس قفوا اوصيكم بعشر طبعا قبل ما يوصيهم استاذن اسامه وقال له انا يعني ابغاك بس تاذن لي انه اخلي عمر ابن الخطاب معايا ما ارسله معاكم في الجيش فأذن له أسامة بن زيد وطبعا كان ماشي جنبه قال له, له أسامة لتركبن أو أنزل يعني تركب جنبي او انزل مو معقول انك انت قائد الدوله وخليفه رسول الله وتمشي وانا القائد اركب على الدابه حقتي فقال له والله لا تنزل ولا اركب ما بعطلك لكن قال له استاذنك انه تخلي عمر بن الخطاب معايا فاذن له الان بده يوصيهم بشيء سبحان الله العظيم شوفوا وصايا الجيوش كيف شوفوا الجيوش الاسلاميه لما احد يجي يقول لكم انه الاسلام انتشر بحد السيف وانه المسلمين والمسلمين لا شوفوا اخلاق المسلمين في الفتوحات وقارنوا بينها وبين اي معارك من اي حضارات سابقه كيف تعاملهم مع اهل البلد اللي يفتحوها او في مرورهم في الطريق وطبعا احنا حنشوف ايش اثر انفاذ جيش اسامه ايش قال لهم شوف الوصايا قال لهم لا تخونوا ولا تغلوا يعني ما ما تسرقوا اشياء ولا تغدروا ولا تمثلوا يعني لا تشوهوا في القتلى ولا تقطعوا شجره مثمره يعني لأنكم حتروح الفين لبلاد الشام وبلاد الشام كلها أشجار هناك لا تقطعوا أي شجار م... أي أشجار مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة احتجتوها تبي تاكلوها اذبحوها لكن تبي تذبحوا بس افساد في الاموال لانه هي حتفتح وحتصير لاموال لأمو... لأمو... يعني للمسلمين فلا تهدروا المال حق المسلمين. وسوف تمرون الان بوصيهم على الناس اللي حتمروا عليهم. سوف تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع، الهم الرهبان. لو شفتوهم قاعدين في الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له، يعني لا تأذوهم ولا تقتلوهم طالما ما قاتلوكم. وسوف تخدمون على قوم يأتوكم بآنية فيها الوان الطعام. طبعا انتم عارفين الوان الطعام في بلاد الشام والى الان ما شاء الله تبارك الله الطعام اشكال والوان في بلاد الشام سوريا والاردن والفلسطين والعراق كلها دي الوان الطعام عندهم اشكال والوان فقال لهم حيجوكم بانيه طيب فاذا اكلتم منه شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها بعد كده قال لهم إيه وتلقون أقواما قد فحصوا أواسط رؤوسهم وتركوا حولها مثل الحصاعد ايش يعني هذا الكلام؟ حتلاقوا رهبان بس هدول الرهبان ايش مهمتهم؟ يمشوا مع الجيش ويحرضوا الجيش على القتال. هدول كيف صفتهم؟ يحلقوا وسط راسهم وخلوا يخلوا الشعر يعني زي ما تقول كانها دائره محلوقه والشعر حوالينه. فقال لهم هذول تقتلوهم فخفقوهم بالسيف خفقا. لأنهم دولة قاعدين بإيش بيحرضوا الجيش عليكم هذول شاركوا في القتال أما اللي كانوا قاعدين في صوامعهم فلا تقربوهم أبدا اندفعوا بسم الله وأوصى الصديق أسامة أنه يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له شوف إيش قال لك الرسول ابدأ ببلاد قضاعة ثم آتي أبل طيب أو آيل اللي هي المنطقة هناك ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله ولا تعجل يعني لا لا, لا تستعجل طيب لانه ايش امشي جيش اسامه رايح جاي اخذ حوالي 40 يوم طيب آه طبعا لما راح هناك وصل كان النعي الرسول صلى الله عليه وسلم وصل لهرقل هناك وبدات آه يعني الاغاره حقت اسامه في ناحيه ارضه فقام الروم قالوا ايش؟ ما بال هؤلاء يموت صاحبهم ثم اغاروا على ارضنا فبدات هيبه المسلمين تزداد في قلوب ايش؟ الروم. شوفوا الان ايش يعني الحكمه اللي قام بها ابو بكر انه انفذ جيش اسامه لما انفذ الجيش ضرب عصفورين بحجر انه خوف الروم انه صاحبنا ورئيس اللي هو نبينا مات ومع كده ارسلنا الجيش، معناته نحن ما احنا محنا ضعاف. طيب؟ في نفس الوقت كل اللي مر الـ 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 الاحياء والقبائل اللي مر من خلالها جيش اسامه صارت خايفه ليه ما ترتد لانها قالت انهم هم هم ضعاف لدرجه يفرغوا المدينه من الجيش فارسلوا جيش معناته انه في المدينه في جيش وإنهم هم اقوياء فهم قالوا ايش خلينا نشوف اذا رجعوا منتصرين هنثبت على الدين وإذا رجعوا منهزمين سيرتدوا فلاحظوا كيف سبحان الله العظيم يعني اللي كانوا بدهم يرتدوا وقفوا سبحان الله العظيم عن الرده. شوفوا كيف الـ الـ الايام سبحان الله العظيم قبل وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان في عام الوفود، شوفوا الوفود جاد قديش كلها مذعنه ومنقاده للرسول صلى الله عليه وسلم وحتى ليش انا قلت لكم الطائف ثبتت ليش؟ لانه ثقيف لما بعد يعني في بعد غزوه حنين فالرسول صلى الله عليه وسلم راح الطائف بس ما قدر يفتحها ورجع مره ثانيه فقالوا له يا رسول الله ادعو عليهم فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد ثقيفا وات بها. بعد كده في عام الوفود اللي هو في السنه التاسعه للهجره بدات الوفود كلها تجي للرسول صلى الله عليه وسلم فجاءت بعدها ثقيف واسلمت لكن لما اسلموا طبعا كانت في عندهم شروط ومنعات عارفه لكن في الاخير اسلموا. فلما جاءت الردة فقالوا بينهم وبين بعضهم لا تكونوا آخر من أسلم هو أول من ارتد فإذا كانوا هم حريصين أنهم يبقوا على, إيه؟ على إسلامهم وما هذا فالآن انقلبت الأحوال بعد ما كانوا الفوت كلها تيجي بدأوا إيه؟ يرتدوا ويرجعوا فيها طيب فهنا سبحان الله العظيم يعني حاول ابو بكر الصديق كان يعني حريص جدا على انه يرسل جيش اسامه وحتى كان زي ما قلت لكم يقول لو تخطفتني ايش؟ الكلاب. فهذه الجيش بدا معاهم وكان له قوه على هرقل. فهرقل تخيلوا لما وصل اسامه هناك في في بلاد الشام، شوف ايش هرقل قال لهم والروم صاروا خايفين من المسلمين ارهب الجيش المسلمين الروم فقال لهم هرقل فبعد يعني كان بحمص بعد ما جمع بطارقته قال لهم هذا اللي أنا حذرتكم منه فأبيتم أن تقبلوا مني أهو شوفوا سارة العرب تجي مسيرة شهر فتغير عليكم تخرج من ساعتها وما حد يكلمها قام قال له أخوه بناف قال له أبعث جند مرابطين حتكون فيش في البلقاء فلما ارسلوا لهم ارسلوا فيها فصار لما جاء جيش اسامه ليهم طبعا اقول لكم جيش اسامه انتصر ايما أيوة انتصار ما حنتكلم عن المعركه وهذا لكن انتصر وما خسر شيء ورجع جيش اسامه بعد 40 يوم. طيب في خلال الأربعين يوم دي ايش اللي صار؟ الان خلينا نشوف فاكرين احنا مو قلنا انه في الرده وفي الرده وما نعرفه إيه؟ الان خلينا نشوف ايش معنات الرده وكيف واجهها الصديق رضي الله عنه لكن بعد الفاصل انتظرونا ورجعنا لكم مستمعينا الاكارم بعد الفاصل وكنا قبل الفاصل بنقول الرده فكنا بنقول دائما في التاريخ له دور كبير في حروب الرده وحارب المرتدين طب مين هم المرتدين وايش معنى الردة وكيف سارت الحروب فيها يعني لو تعرفوا ان ابو بكر الصديق مشى 11 جيش لمقاتله المرتدين طيب قبل ما نتكلم عن الجيش خلينا نشوف اول مره ايش معنى الردة الردة عرف النووي الردة بانها ايش يعني قطع الاسلام بنيه او قول كفر او فعل إما أنهم يقولوا أقوال كفرية فكذا ارتدوا أو أفعال يرتدوا فيها. سواء سواء قالوا استهزاء أو عناد أو اعتقاد. طيب هذه معنى الردة. طيب هل في في القرآن من أشاء يعني آيات أشارت إلى الردة؟ عندنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله إيه مفعولا والآية الصريحة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم إيه تكفرون حتى في السنه عندنا لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحوض ويجي بده يقول امتي امتي فتجي الملائكه بعدهم فيقول لهم امتي فيقول لهم لا تدري ما احدثوا بعدك فانك لا علم لك بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم القهقريه. طيب هذه بنقول انه معنى الرده طيب آه الرده اللي قامت في بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ليها اسباب. وحنشوف ايش انواع الرده. اسباب الرده ايش بها؟ اول شيء منها الصدمه بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان احد متوقع انه الرسول صلى الله عليه وسلم يموت، كلهم كانوا يفكروا انه الرسول يدفنهم وما يموت هو. ترى هذا امر طبيعي. لأنه كلنا لمن أحباءنا نفكر أنهم قاعدين لنا ومخلدين لنا أبدا الدهر يعني أبدا ما حيموتوا فلما يجي يموت الأب ولا الأم ولا الإبن تشوفوا بعض الناس تجيهم صدمة ويجيهم انهيار وهذا لأنهم ما هم مقتنعين أنه هذا ممكن يموت فهم طبعا فكيف رسول صلى الله عليه وسلم هم جاتهم صدمة كبيرة؟ طيب السبب الثاني رقة الدين بعضهم دوبهم دخلوا في الاسلام فحتى النصوص ما كانوا ايش فاهمينها السبب الثالث الحنين الى الجاهلية لسه دوبهم ما تركوا الجاهلية فالجاهلية فيها العصبية القبلية ولاحظوا ترى أنا بقول لكم العصبية القبلية لما نشوف في حروب الردة كيف اللي اتبعوا مسيلم الكذاب كانوا عارفين إنه هو كذاب بس عندهم القاش العصبية القبلية الشيء الرابع إنهم ما صدقوا إنهم يتفلتوا من النظام ويخرجوا عن السلطة ترى هذا الكلام لاحظوه في انفلات الأمن في أي مكان في العالم مثلا قالوا انه والله انفلت الامن ولا شيء، شوفوا الناس ايش يصير فيهم بعض الاحيان اللي يهجموا على المحلات ويكسروا، كان القانون هو ايش ماسكهم فهم ما صدقوا انه الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا من وجهه نظرهم انه القانون انتهى فارادوا ان يتفلتوا من السلطه الطمع في الملك طيب التكسب بالدين يعني يبغوا يتكسبوا في الدين والشح بالمال التحاسد المؤثرات دور اليهود والنصارى في أنهم يعملوا مؤامرات ويعملوا تفرقة بينهم هذه كانت أسبابها طيب أنواعها أو أصنافها مين أنواع الناس أو أصناف الناس اللي ارتدوا طيب منهم من ترك الإسلام جملة وتفصيلة تركها كلهم ورجع للوثنية وعبادة الأصنام ومنهم من ادعى النبوه زي الاسود العنسي مسيلم الكذاب سجاح الكاهنه واحده حرمه كمان ادعت النبوه طيب منهم من دعا الى ترك الصلاه منهم من بقي انه يعترف بالاسلام ويقيم الصلاه لكن امتنع عن اداء الزكاه لاحظين انه أمتنع عن عادات زكاة بس كده كلمه بنشوفها بنقراها في كتب التاريخ عابره لكن ما بنعرف ايش الاحداث اللي صارت وراها. منهم من شمت يعني صار شمتان بالمسلمين لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع يمارس عاداته الجاهليه. ومنهم من صار متردد يشوف الامر يطلع على ايه؟ اذا المسلمين صاروا اقوياء سكت وثبت على دينه. وإن كان المسلمين ضعاف واتخطفتهم القبائل يقوم يرجع لإيه؟ لجاهلية دا ليش يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به ونصابته فتنة انقلب إيه؟ على وجه خسر الدنيا والآخرة الخطابي بيقول أهل الردة كانوا صنفين صنف ارتدوا عن الدين وعادوا للكفر ومن هدول اللي رجعوا للكفر أصحاب مسيلمة من بني حنيفة واللي صدقوه في دعواه وأصحاب الأسود العنسي واللي كانوا معاه من أهل اليمن طيب واللي ارتدوا عن الدين وانكروا الشرائع وتركوا الزكاه هذول هم اللي قلنا اصلا المسيلمه وسجاح و... والاسود. الصنف الثاني اللي هم فرقوا بين الصلاه والزكاه، قالوا لا نصلي ما نقول لكم لا، لكن الزكاه ما ندفعها. ليه؟ لانهم فكروا انه الزكاه تندفع للرسول، مش تندفع لله، هي حق لله وليست حق للرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا لما مات الرسول ليش ندفعها؟ رفضوا انهم يدفعوها لفين؟ لابو بكر، طيب فهذولا اللي هم اصناف الرده. طيب خلوا بالكم الرده ما بدات بس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قصدي اسفه ما بدات في عهد ابو بكر بل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدات الرده. ايش دليلا على هذا؟ طيب لما جو بدات جات عام الوفود فبدات حركه الرده من زي ما تقولش في الخفاء شايفين في اواخر العام الهجري وهو عام حجه الوداع اللي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم بدا الجمر يطلع من تحت الرماد وصارت الافاعي تطل برؤوسها من جحورها الاسود العنسي راح فين في اليمن في اليمن كان هناك في حكم اسمه حكم الابناء من هم الأبناء اللي هم كانوا الفرس اللي بيحكموا اليمن وأسلموا لو ترجعوا لبرنامجنا في اللي هو للناس جميعا رحمة للعالمين لما يعني اللي هو كسرى ملك الفرس قال للعامل حقه على اليمن جيب لي هذا من ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود الكتب وقال له اسلم فقام ارسل جنديين من عندهم وقالوا جيبوا لي هو وقتل كسر كسر ايامها. منها اسلم العامل حق كسرى في اليمن وسمي الحكم هناك بحكم الابناء. طيب؟ طيب وفي عندكم طلع مسيلم الكذاب باليمامه وطلع طليح الاسدي في بلاد قومه اللي هو في بني اسد. طبعا أخطر المتمردين هدولا كان الأسود العنسي ومسيلمة وهدولا كانوا معاهم قوة كبيرة من الناس اللي تابعتهم قلنا تابعوهم متابعة عصبية قبلية وليست اقتناع بهم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام قال لهم إني رأي أيها الناس إني قد رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان بده يقول لنا متى ليلة القدر سبحان الله العظيم فتلاحى اثنان في المسجد صاروا يتجادلوا فايش سكت الرسول صلى الله عليه وسلم وانسي متى ليله القدر لقدر الله انه خلينا نتعبد كلنا العشر الاواخر كلها ودحينا جيتكم العشر الاواخر لا تفرطوا فيها ابدا. طيب الرؤيه اللي يعني تكنه الرؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ورايت في ذراعيه شوفوا ايش اللي شافوا الان سوارين من ذهب في احد يقول واو سوارين من ذهب شيء رائع الذهب في النوم ترى مو حلو طيب فكرهتهما بالذات للرجال للرجال الذهب لانه محرم عليهم فمن يعرف في النوم انه يلبس ذهب فايش يعني ما هو حلو الرؤيه لي فنفختهما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فكرهتهما فنفختهما فطارا طيب كره الذهب في يده نفخ عليهم قام طارت السوارين هذه أولها الرسول صلى الله عليه وسلم الكذابين صاحب اليمن وصاحب اليمامة اللي هو الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب إذا معناته كانوا موجودين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قويت وهذا كانت في أواخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فالأهل العلم لما جاء فسروا الرؤية هذه فقالوا أن نفخه صلى الله عليه وسلم لهما يدل على أنهما يقتلان بريحه يعني ايه ده الكلام يعني ما حيغزوهم بنفسه ولكن ايه بريحه يعني باثره منهم ما حيكون اللي هو ابو بكر الصديق او الخليفة اللي بعده فلو كان هو كان هو ازاله بيده فما حيغزوهم هو بنفسه ولكن ما يغزوهم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الخليفة اللي حيكون بعده طيب وقال لهم ذهب ده لدليل على انهم كذابين لان انه الذهب يموه ويزخرف هذا آه طبعا يعني نودنا نكمل بقيه تفسير الرؤيه لكن ان شاء الله نشوفكم غدا او يعني نكون معاكم غدا على السمع باذن الله لتكمل تفسير الرؤيا وتفسير والاحداث حقت الرده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته